السلام عليكم. اليوم راح أسوي وياكم طريقة عمل الدجاج مع الخضروات بصلصة الكريمة. أول شي راح نحتاج اللي هو صدر دجاج يكون مقطع إلى مكعبات أو إلى شرائح، ماكو شي يعني ستاندرد تقدر تسووه. وراح نحتاج إلى فلفل حلو أخضر أصفر أحمر، أي لون أنتو تحبونه بس أهم شي يكون حلو. وراح نحتاج إلى بصلاية مقطعة إلى شرائح، وبنفس اللحظة راح نحتاج إلى بهارات اللي هي راح تكون بابريكا وهيل وبهارات دجاج وفلفل أسود وملح وزعتر بري. الزعتر البري هنا راح يعطي نكهة كلش حلوة، فأني دائما أفضل إن تكون هاي الأكلة يكون بها زعتر بري، يعني تحسون بالطعم يفرق عن الأكلات الدجاج العادية اللي نسويها. أيضا راح نحتاج إلى كريمة طبخ، بس هنا أنا استعملت اللي هو نسميه هنا بأمريكا الهاف هاف، اللي هو الحليب نص مركز. فبهيج حال راح احتاج وياه الى طحين كعامل مثخن ويصير مثل كريمة الطبخ، بس اكثر اللي موجودين بالبلدان العربية وبالعراق ما راح يحتاجون لهالشي، لان كريمة الطبخ راح تكون هي جاهزة، وهي اصلا يعني بس تخليها بالطبخ راح تثخن من حالها. واخر شي راح نحتاج اللي هو الجبن يكون مبروش، اي نوع جبن عندك بالبيت، بارميجان او حتى لو يعني جبن كرافت او اي نوع انت موجود عندك تقدر تستعمله، ايضا يعطي نكهة كلش حلوة وطيبة. وهسه راح تشوفون الطريقة وان شاء الله يا رب تعجبكم. هسه احنا بهاي الطاوة حمينا شوية زيت، مو كلش هواية زيت طبخ، وراح نجيب الدجاج ونضيفه عليه. نظل نحمس بصدور الدجاج الى ان تستوي، تاخذ لها تقريبا فترة الى 10 دقائق. تذب مية، هو اصلا صدر الدجاج راح يذب مية، وتظلون تقلبون بيه لحد ما انه ينشف المي ويبقى بس دجاج ودهن، ويبدي ينحمس زين لحد ما يتغير لونه الى يصير تقريبا بني داكن. ذاك الوقت راح نعرف انه صدر الدجاج استوى. وهسه تقريبا بعد 10 دقائق من حطيناه على الزيت نشف المي مالته وبلش لونه يتغير، انه بلش ينحمس. طب انا بهاي اللحظة راح ابدي اضيف البصل له، احاول شوية انزل العين حتى على راسه. ونظل نقلب بيه لحد ما البصل يبلش يلين من الحمص، وبعدين نضيف الفلفل الحلو نحطهم كلياتهم نحن شو نسويه. وهاي بعد تقريبا 4 دقائق بلش البصل يبدل، وهنا نقدر نضيف ايضا الفلفل نحطه وياهم وكلهم نحمسهم سوية، وأيضا نضيف باقي البهارات كلها مرة واحدة. ونظل نحمس بيهم إلى أن تحسون إن الفلفل والبصل كله استوى وصار لين، يعني تقريبا مطبوخ كامل. وبعدين ننتقل للمرحلة الجاية. وهاي تقريبا بعد 10 دقائق احنا حطيناه على النار، مثل ما تشوفون البصل والفلفل دبل، واصلا يعني الدجاج تقريبا استوى كامل. انا ضفت شوية مي لما حسيت انه المي نشف مات الدجاج على مود يكمل الطبخ ويستوي زين. تقدرين تضيفين تقريبا خلينا نقول نص استكان شاي مي، مو هواية، وتكملون ودائما تظلون تقلبون بالطبخ حتى لا يلزق بالطاوة، خصوصا اذا الطاوة مالتكم مثلا النوع اللي يلزق بيها الاكل.
هنا هسه راح اضيف الطحين اللي قلت لكم عليه. هذا الطحين في حاله اذا عندكم الهاف هاف لازم تضيفون الطحين، اما في حاله اذا اكو كريم الطبخ فما راح تحتاجون هذا الطحين. ولما تضيفون الطحين لا تضيفون بكميه هوايه، تقريبا هاي خاشوقة كوب شاي، نص خاشوقة كوب شاي كلش كافي، بل اعتبراني زيادة اكثر من هيك راح يطلع الصلصة كلش تخينة، صلصة الكريمة، واحنا ما نريدها انها تكون تخينة كلش ولا نريدها تكون خفيفة كلش. فحطينا الطحين نقلبه زين، نخليه يختلط زين، وبعدها هسه نضيف الهاف هاف اللي قلت لكم عليه. أنا من الناس اللي أحب الدجاج شوية الكريمة تكون بهواية، فراح أكثر إضافة شوية وأعوفها على النار تقريبا ورا أقل من 5 دقائق. راح تشوفون بالفرق، راح تشوفوه يبلش يثخن من حاله، لأن الطحين هو راح يكون العامل المساعد انه يخلي الصلصة تثخن. وهسه راح اشوف وياكم. وهاي تقريبا بعد مرور دقيقتين من حطينا الطحين والكريمة على الدجاج، شوفوا شلون بلشت تثخن. اخر لمسة واللي هي انا احب اضيفها اللي هي الجبن، انه نضيف الجبن عليه راح يعطي طعم كلش طيب. وهاي الاكلة يعني تقدرون تسووها بالعشاء انه تكون كعشاء خفيف، وايضا تقدرون تسووها كسندويشات او تضيفوها تحبون بمواعين وتاكلوها يعني بطريقتكم الخاصة. بس اكلة مميزة خفيفة بها كوم مواد غذائية يعني مفيدة وما تتعب وما تاخذ وقت هواية، كلها ما تطول 20 دقيقة تكون كاملة ومستوية. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى انه تسوون لايك واشتراك بالصفحة مالتي، ويا ريت شير مع الاصدقاء ودعم للصفحة. يعني هذا تقريبا الفيديو جديد وصفحة جديدة، واحب اسمع ارائكم وش تحبون انه نسوي بالحلقات الجاية. وان شاء الله يا رب راح نقدم لكم كل شيء يفيد، واكلات طيبة واكلات مميزة، وان شاء الله نشوفكم مرة ثانية، وأتمنى لكم الصحة والسعادة دائما. شكرا.